أصل زيارة الأربعين. الأربعين هي ذكرى مرور 40 يوماً على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وزيارة الإمام في هذا اليوم لها أهمية كبيرة، وهي أحد علامات المؤمن. فقد ورد عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: علامات المؤمن 5: صلاة 51، زيارة 40، التختم باليمين، تعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وأول من زار الإمام الحسين عليه السلام في يوم 40 هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري. هذا الرجل كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وامتد به العمر إلى أن التقى بالإمام الباقر عليه السلام. وأيضا في يوم 40 عاد الركب الحسيني المؤلف من الإمام زين العابدين والسيدة زينب وباقي النساء والأطفال إلى كربلاء، حيث التقوا بجابر الأنصاري. وعلى خطى جابر وسبايا الطف صار الناس في كل سنة يتوافدون من كل أقطار الأرض لزيارة سيد الشهداء في يوم 40، حاملين أشواقهم وآهاتهم ودموعهم.